بسم الله الرحمن الرحيم. حنتكلم الآن عن السفنكتر مسل of the eye، وهذه بنسميها orbicularis oculi. والorbicularis oculi يا جماعة لها 3 parts، جزء orbital part وجزء palpebral part وجزء lacrimal part. أي حاجة palpebral يعني lids، يعني جفون سواء علوية أو سفلية. orbital يعني محجر العين، يعني العظمة الكبيرة الفرمن الكبير. ولاكريمال يعني محاجر الدموع، عظمة الدموع الخاصة بنزول الدموع بسموها لاكريمال بارت. إذا عندك orbital part، palpebral part، lacrimal part. طب هذه ماخذة أورجن من فين؟ من حاجة اسمها medial palpebral ligament and adjoining bones. تعالوا نشوف، هذا هو، ده اسمه medial palpebral ligament. في صورة تانية اهو ده اسمه medial palpebral ligament، هي بتطلع منه الاوربيكولاريس اوكيولاي. ولاحظ الاوربيكولاريس اوكيولاي بتلف بدير شكل بشكل دائري حوالين العين، ولها جزئين هنا، لها palpebral part اللي هو الجزء ده اللي فوق الجفون على طول، ولها orbital part اكبر واشمل، ده بيلف حوالين العظمة الكبيرة، يعني حوالين لفة أكبر، لكن هذا ماخذ فقط الجفون العلوية والجفون السفلية. والأكريمال بارت اللي هو خاص ب قلنا الدموع. شوف الانسيرشن، خرجوا كله، خرجت العضلة من الميديال بالبيبرال ليجمنت. طيب الأوربيتال بارت هيعمل انسيرشن فين؟ والبالبيبرال بارت هيعمل انسيرشن فين؟ والأكريمال بارت هيعمل انسيرشن فين؟ نشوف الأوربيتال بارت. الاوربيتال بارت لف بهذه الطريقه، خرج من الميديال بالبيبرال ليجمنت، راح اخذ لفه، اخذ لفه بهذه الطريقه وراح راجع لمقره الاساسي، يعني نفسه هو عمل انسيرشن في مكان الاوريجين حقه، لف ورجع، لف ورجع كل الفايبرز بهذه الطريقه، لفت ورجعت، يبقى الاوريجين والانسيرشن حقه واحد. ده ايه؟ ده الاوربيتال بارت اللي هم خرجوا من الميديال بالبيبرال بارت. طيب والنوع والجزء الثاني اللي هو سميناه بالبيبرال بارت اللي هو ماشي على الجفون العلويه والسفليه، هذا بالبيبرال. البالبيبرال حيروح في حاجه اسمها لاترال بالبيبرال رافي، اهو الحته دي كده لما انت طالع كده بعينك تلاقي كده زي ليجمنت صغير كده يسموه لاترال بالبيبرال ليجمنت اور لاترال بالبيبرال رافي. فهذه البالبيبرال بارت حيخرج من الميديال بالبيبرال ليجمنت ويروح لللاترال بالبيبرال رافي، هذه تبع الجفون العلويه وهذه تبع الجفون السفليه اللي هو حيروح لللاترال. اذا خرج من الميديال بالبيبرال ليجمنت وراح الى اللاترال بالبيبرال ليجمنت. طيب واللاكريمال بارت حتعمل انسيرشن فين؟ في اللاكريمال ساك، بوستيريور تو لاكريمال ساك، هذه اللاكريمال ساك وراها كده حيخرج، طبعا هي خرجت من الميديال بالبيبرال ليجمنت وتروح تعمل انسيرشن في اللاكريمال ساك، وهذه بنسميها لاكريمال بارت لانه لها علاقه باللاكريمال ساك اللي هي حقت الدموع. سبحان الله، كيس الدموع يسموه لاكريمال ساك. ايش بيعطيها نيرف سبلاي؟ كل العضله دي الاوربيكولاريس اوكيلاي باقسامها الثلاثه الاوربيتال والبالبيبرال واللاكريمال بتروح بتاخذ نيرف سبلاي من الفيشن نيرف. طيب ايش الاكشن هنا؟ الاكشن ان احنا نقول الاوربيتال بارت بيعمل فورسد كلوجر اوف ذا ايليتس، يعني في حالات البروتكشن، يعني لما احد يجي يبغى يخبطك في عينك تقوم تقفل عينك بقوة جامد، هذه مين اللي حيشتغل هنا؟ حيشتغل الاوربيتال بارت. طيب البالبيبرال بارت ايش يعمل؟ يعمل لايت كلوجر، يعني زي كده الانسان اللي يعمل يرمش بعيونه، يرمش رمشة بسيطة، بلينكينج يسموها بلينكينج. هذه بس حيشتغل فيها البالبيبرال بارت. اذا الاوربيتال بارت حيعمل فورسد كلوجر، البالبيبرال بارت حيعمل لايت كلوجر يعني بلينكينج، فما نعكس. طب واللاكريمال بارت؟ اللاكريمال بارت لانه ماسك فيه اللاكريمال ساك بيعمل دايليتس لللاكريمال ساك تو درين تيز، يخلي اللاكريمال ساك تفتح عشان تنزل الدموع، عشان تنزل الدموع، دايليتس للاكريمال ساك تو درين تيرز.
tears يعني الدموع. ادي هنا هنا بيوريك الايه ال this is the palpebral part من فوق ومن تحت الجفن العلوي والجفن السفلي. وطبعا هذه الكبيرة اللي من فوق اللي هي الاوربيتال الاوربيتال بارت. هنا طبعا هذا اللي هو عندك هنا ميديال، هذا الميديال بالبيبرال ليجمنت، وهذا اللاترال بالبيبرال ليجمنت اور لاترال بالبيبرال رافل. هنا بيوريك هذه اللاكريمال ساك، وهذه اللي هي اللاكريمال بارت اوف اوربيكولاريس اوكيلاي مسل. شوف كيف جايه تعمل انسرشن بوستيرير تو لاكريمال ساك، وبالتالي هي بتعمل بتضغط عليها او بتعملها دايلاتيشن عشان نوع من انواع الدايلاتيشن عشان تنزل الدموع. وهذه هنا ادي اللاكريمال جلاند اللي هي الغده الدمعيه، وهذا اللاكريمال ساك سبحان الله إلا بتتجمع فيه الدموع، يعني إعجاز سبحان الله العظيم. بعدين وصلنا للأوربيكولاريس أوريس. أوربيكولاريس أوريس وهي بتعمل إنسيركلينج، يعني بتلف حوالين الأورال أوريفيس within the lips، بتلف حوالين الأورال أوريفيس within the lips. ماخذ أوريجين من فين؟ ماخذ أوريجين من المجزيلا ومن المانديبل and skin and vaccinator، ماخذه من المجزيلا. شوف مجزيلا ومانديبل من تحت، مجزيلا ومانديبل، وماخذه من السكن، وماخذه كمان من جزء كبير منها من الباكسينيتور مسل، ان هي عامله انسرشن فيها الباكسينيتور. طيب الانسرشن انها بتعمل انسيركلينج حوالين الاورال اوريفيس، حوالين الاورال اوريفيس. ايش النيرف سبلاي؟ طبعا بيعطيها الفيشل، بس مين من الفيشل؟ بيعطيها البكل برانش والمانديبلر برانشز اوف فيشل، بكل اند مانديبلر برانشز اوف فيشل. ايش الاكشن حقها؟ كومبريسز ذا ليبس توجذر، يعني زي في حاله الكيسنج، البلوينج، النفخ او الصفير، بتجمع الشفايف على بعض، هذا شغلها. كلينيكال بوينتس في الفيس، في حاجه اسمها ترايجيمينال نيورالجيا، انه بيكون في بين along the distribution، بين يعني الم حوالين ال distribution of branches of trigeminal nerve، غالبا بيكون حوالين المانديبلر او المكزيلاري. وكمان بيقول انه the skin of the face is highly vascular، بالتالي ال wounds produce profuse bleeding and its flaps are rare to necrose، يعني ما يحصل necrosis، ما يحصل لانه في يعني ما شاء الله profuse blood supply في الفيس. البلسيشن اوف فيشال ارتري بنحسه في اللور بوردر اوف ذا مانديبل اوبوزيت ذا انتيرو انفيريور انجل اوف ذا ماسيتر مسل، وكلكم تقدروا تحسوا النبض حقه حق الفيشال ارتري وداخل في هذه المنطقه. الحمد لله رب العالمين. البلسيشن اوف ذا سوبرفيشال تيمبرال ارتري كان بي فيلت ان فرونت اوف ذا اوريكل ات ذا روت اوف ذا زايجوماتيك ارش، بنحس الزي اللي هو السوبرفيشال تيمبرال ارتري قدام الاوريكل كده عند الروت اوف ذا زيجوماتيك ارش، يحس البلسيشن السوبرفيشال تيمبرال. طبعا اتكلمنا عن دانجرس اريا اوف ذا فيس، وقلنا الفيشال بلسي انه معناته ايش كلمه فيشال بلسي؟ يعني باراليسيس اوف ماسلز اوف فيشال اكسبريشن، يعني حصل الفيشال نيرف حصل فيه انجري، بالتالي بيحصل باراليسيس اوف ماسلز اوف فيشال اكسبريشن، بالتالي بيحصل ديفيجن للفيس ودروبينج لللور ايليدز وساجينج اوف ذا انجل اوف ذا ماوث، وانه البيشنت كانت كلوز هيز ايليدز، تقول له قفل عينك ما يقدر يقفل عينك لانه الاوربيكولاريس اوكلاي عطلت، اور بلو ما يقدر ينفخ، ما يقدر ينفخ خده لانه الباكسينيتور عطلت، يعني عده اشياء ما يقدر يسويها بسبب انه الفيشن نيرف هنا ضرب. Thank you very much. أتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.